اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما قلت لكم سيف عيسى بطل اولمبي، ولكن كل احترامنا طبعا لكل ابطالنا الاولمبيين، ولكن هو مر بصعاب كبيره جدا. الحقيقه كانت ممكن تعطله، كان ممكن يروح يقول لك انا اكتفيت بده، لا انما هو راح بعد كل الصعاب دي عشان يجيب ذهب، وان شاء الله منتظرين منه الاكتر. والحقيقه سيف خلال الحلقه كان يتمنى ان هو طبعا يلعب في النادي الاهلي. حضراتكم عارفين النادي الاهلي ما عندوش تايكوندو او من الالعاب اللي مش موجوده في النادي الاهلي، ولكن احنا قلنا اقل حاجه نقدر نقدمها له كنجم اولمبي كبير ان احنا نقدم له تيشرت النادي الاهلي عليه اسم سيف عيسى. يعني احنا بنقدم لك التيشرت ويا رب ان شاء الله، يعني ده تيشرت النادي الاهلي ومكتوب عليه اسم سيف، ودي اقل حاجه نقدر نقدمها لبطلنا الاولمبي العظيم. الحقيقه اللي احنا نتمنى، هو يعني راجل من جوه اهلاوي وراجل يعني بيعشق النادي الاهلي، وقال ان هو لما راح او جه المطار حس ان النادي الاهلي هو جاي مع النادي الاهلي، يعني او الناس بتقابل النادي الاهلي. فيعني دي اقل حاجه نقدر نقدمها يا سيف، ويا رب تبقى يعني حاجه يعني تبقى بسيطه، بس احنا عندنا عظيمه واكيد عندنا. بارك حضرتك، جميله جدا ما شاء الله، ربنا يكرمك ان شاء الله. نتمنى ليك مزيد من التوفيق يا رب ان شاء الله. واكيد طبعا نورتنا وشرفتنا، بس طبعا قبل ما تمشي لازم نقطع التورته عليها صورتك وعلى مصر، ودي يعني عايز اقول لك ان هي بتبقى اعظم لحظه هو رفع العلم المصري في الاولمبياد. ويمكن احنا اخترنا الصوره اللي على التورته دي لانه ما فيش اعظم من علم مصر. والحقيقه هو سيف اكتر واحد يكلمنا على اللحظه دي، وان انت تشيل علم مصر وتجري بيه بتهيألي لحظه تبقى احلى احساس في الدنيا. طبعا والله يعني بلدنا عظيمه تستحق كل حاجه. سيف نورتينا وشرفتنا، ربنا يبارك حضرتك. شكرا جدا، نتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق. امين يا رب، وهنتابعك وهنبقى معاك وفي ظهرك في كل وقت. ربنا يكرمك. شكرا والله، ربنا يبارك حضرتك. اعزائي المشاهدين، ده كان حلقتنا مع سيف النهارده. نتمنى كل التوفيق لابطالنا الاولمبيين، واحنا في ظهرهم كالعاده، وبرنامج الابطال كره النادي الاهلي ورا ابطالنا الاولمبيين. انتظرونا في حلقه جديده وابطال جداد مع برنامج الابطال.